أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هل في قوله تعالى والذين آمنوا يستفاد منه أن على المرء أن يلزم جماعة المسلمين ويواليهم ويترك ما خالفهم؟ هذا هو نص الآية، هذا هو نص الآية، أنه يكون مع المؤمنين ومع جماعة المؤمنين ولا يخالفهم، بل يحبهم ويأنس بهم، يحبهم ويأنس بهم ويكون معهم، هذا نص الآية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.